بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي الطلبة، أخوتي المستمعون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إننا نقدم إليكم دروس إلكترونية هذه من مدرسة الأورينت الافتراضية. نأمل من الله أن تصلكم هذه الدروس وأنتم في أتم الصحة والاستعداد لتفاهم هذه الدروس واستقبالها. إن دروسنا هذه عبارة عن سلسلة متكاملة نقدمها إلى طلابنا الأعزاء، طلاب الصف الثانوي العلمي والأدبي للمنهاج الليبي. إن دروسنا هذه تخص جميع الطلبة، سواء كانوا طلاب نظاميين بالمدارس أم طلاب أحرار في المنازل. أعزائي، نأمل أن تكون دروسنا هذه جسرا تعبرون من خلاله لنيل شهادتكم الثانوية هذه في كل مكان، سواء في بلدنا الحبيب سوريا أو في الوطن العربي أو في كافة أنحاء العالم. ونأمل أن تحققوا غاياتكم في نيلكم الدرجات العليا في هذه الشهادة. أعزائي، أنا بدوري أقدم إليكم مادة الفيزياء. وكما تعلمون أن مادة الفيزياء في المنهاج الثانوي العلمي مؤلفة من كتابين، كتاب الميكانيك وكتاب الكهرباء والمغناطيسية. كتاب الميكانيك أنهينا فيه 4 فصول كاملة، ونحن اليوم بصدد الوحدة الخامسة في كتاب الكهرباء. بالنسبة لكتاب الكهرباء، درسنا الوحدات 4 الأولى كانت تخص الكهرباء، ونحن اليوم الوحدة الخامسة تخص المغناطيسية. عناوين دروس هذه الوحدة الخامسة هي ظواهر بسيطة للمغناطيسية. الوحدة مؤلفة من عدة دروس، أهم هذه الدروس هي المواد والمغناطيسات. الدرس الثاني كان بعنوان الحث المغناطيسي، والدرس الثالث نظرية المغناطيسية، والدرس الرابع طرق إكساب وإزالة المغناطيسية، كذلك الأمر المجالات المغناطيسية وبوصلة التخطيط. السادس هو بعنوان الخواص المغناطيسية للحديد والفولاذ، وهناك بعض استخدامات المغناطيسية الدائمة والمغناطيسية الكهربائية، وهي موضوع درسنا اليوم. الدرس الآخر والأخير هو التأثير المغناطيسي للتيار، ومن ثم خريطة المفاهيم وركن التفكير. التمرين الخامس هو تمرين شامل للوحدة بأكملها. نبدأ بدرسنا اليوم بعون الله، وهو كما قلنا المغناطيسيات الدائمة والمغناطيسيات المؤقتة. سندرس ونخص في هذا الذكر الحديد والفولاذ، حيث الحديد إذا تمغنط ستكون مغناطته دائمة، يكتسب المغناطة لفترة قصيرة، وأما الفولاذ فتكون مغناطته دائمة. نأخذ مثال، ومن خلال هذا المثال نشرح تجربة نبين من خلالها كيف يكون المغناطيس الدائم وكيف يكون المغناطيس المؤقت. في هذه التجربة نستخدم عبارة عن دبابيس لتثبيت الأوراق. هذه الدبابيس من الحديد المطاوع أو الحديد اللين أو الحديد العادي، ونأخذ سنون قلم رصاص أو بروات لقلم الرصاص مؤلفة من مادة الفولاذ، والاثنين أعرضهما لمغناطيس، أحدهما يفقد المغناطة والآخر يحافظ عليها. إذن سلسلتين من مشابك، كلمة مشبك هو عبارة عن دبوس، ولكن ليس الدبوس الذي ذو الرأس الرفيع، وإنما سلك معدني مثني عدة سنيات، هذا يستخدم لتثبيت الورق، تسمى باللغة العربية مشابك الورق. الحديد
الصغيرة، هذه المشابك من الحديد الصغير. سنون نحن نقولها بالعامية بروات، سنون قلم رصاص أي قلم فولاذية مصنوعة من فولاذ، معلقتين في مغناطيس. سنون قلم رصاص وبروات ومشابك ورق، الطرفين نجمعهما في مغناطيس، ويحس كل مشبك أو سن المغناطيسية يتأثر في المغناطيس، فنجد أن المشابك الموجودة في أسفل منه تنجذب لأقطاب مختلفة مكونة بتلك الطريقة. إذا نجمع المشابك مع بعضها البعض في طرف، والسنون في طرف آخر، تضاف المشابك والسنون الواحدة تلو الآخر لتشكيل سلسلة، حتى تمتنع أي مشابك أو سنون أخرى عن البقاء متصلة بالحس المغناطيسي. نوضح الآن شكل هذه التجربة. هذا مغناطيس له قطبين شمالي وجنوبي، في الطرف الأول هناك مشابك الحديد الورقية وسنون أقلام جافة من الفولاذ. نجد أنها معلقة الآن في المغناطيس. أثناء نزعها المغناطيس، إزالة المشبك المعلق بالمغناطيس وإزالة السن المعلق بالمغناطيس، بالنسبة للمشابك تبتعد عن بعضها البعض ولا تبقى منجذبة إلى بعضها، أما سنون أقلام الجافة من الفولاذ تبقى متصلة مع بعضها وتحافظ على المغنطة. فهذا من خلال التجربة والملاحظة بالعين نلاحظ أن الحديد يفقد المغنطة وسنون الأقلام الجافة تبقى محافظة على المغنطة. إن السلسلة المكونة بمشابك الورق المقوى الورق من الحديد أطول من تلك المكونة بسنون أقلام فولاذية. يبين ذلك أن الحديد أسهل مغنطة من الفولاذ، ولكن بالمقابل أسرع فقد لهذه المغنطة. إذن هذه الملاحظة، إن الحديد ممكن أن تتعرضوا إلى سؤال، إن الحديد أسهل مغنطة ولكن يفقد المغنطة بسرعة من الفولاذ، هذا سؤال ممكن أن يأتي صح أم خطأ. إذن وذلك يبين ذلك أن الحديد أسهل في إكسابه مغناطيسية من الفولاذ، ولكن الفولاذ يفقد المغنطة ببطء بعيدا عن المغناطيس. عند إزالة إبعاد كل من الفولاذ والحديد عن المغناطيس تنهار سلسلة الحديد وتتباعد المشابك كلها، ولكن السنون تبقى محافظة على المغناطيسية. إذن ملاحظة، إن الحديد أسهل مغنطة وأسرع فقدان لهذه المغنطة، الفولاذ أبطأ وأصعب مغنطة ولكن يحافظ على مغنطته. بين ذلك أن المغناطيسية المستحسة في الحديد مؤقتة، بينما لكن إذا كرر نفس الإجراء مع سلسلة السنون الفولاذية لا تنهار السلسلة، دليل ذلك تبقى مغناطيسية دائمة، ولكن تبقى السنون متجاذبة لبعض الوقت أو لبعضها البعض، ويبين ذلك أن المغناطيسية دائمة للفولاذ. الآن مقارنة أيضا أو دراسة بعض خواص المغناطيسية للحديد وبعض خواص المغناطيسية للفولاذ. انتبهوا إلى هذه المفارقة والمقارنة. نبدأ بخواص الحديد المطاوع والحديد اللين. أولا، سهولة إكسابه وفقده للمغنطة، هذا عامل أول، سهولة إكسابه وفقده للمغنطة. العامل الثاني
يمكن إكسابه المغناطيسية بواسطة مجال مغناطيسي ضعيف. يمكن إكسابه المغناطيسية بواسطة مجال مغناطيسي ضعيف. 3. يستخدم الحديد في المغناطيسيات الكهربائية، ويستخدم أيضا في قلب المحول الكهربائي وأيضا في الحجب المغناطيسية. هذه 3 استخدامات للحديد في المغناطيسيات الكهربائي، إذن وفي قلب المحول الكهربائي وفي الحجب المغناطيسي. أما خواص المغناطيسية للفولاذ فنجد أنها أكثر صعوبة في إكسابه المغناطيسية وفقده للمغناطيسية من الحديد. الخاصة الأولى للفولاذ أنه أكثر صعوبة في إكسابه وفقده للمغناطيسية من الحديد، هذا عامل أول. العامل الثاني أكثر صعوبة في إكسابه وفقده المغناطيسية من الحديد، تكرار البند الأول. الفولاذ مناسب جدا لصناعة المغناطيسيات، هذا العامل الثاني. المغناطيسيات دائمة ويستخدم لصنع قضبان مغناطيسية. لندرس الآن خواص أيضا من الخواص المغناطيسية للحديد والفولاذ، ونسمي كل منها المواد المغناطيسية الصلدة، والنوع الآخر من المغناطيسيات الدائمة تسمى اسم آخر. المواد المغناطيسية الصلدة، لنتعرف على هذه المواد. هي المواد المستحسة في أو من في الفولاذ الدائمة، مواد مستحسة في أو من الفولاذ دائما. وتعرف المواد المغناطيسية مثل الفولاذ والتي تكون أصعب في إكسابها مغناطيسية، ولكن تحتفظ بمغناطيسيتها لمدة أطول. إذا ما المقصود بالمواد المغناطيسية الصلدة؟ الإجابة هي مواد مستحسة من الفولاذ أو في الفولاذ دائما، مواد يؤثر بها المغناطيس في الفولاذ دائما. وتعرف المواد المغناطيسية مثل الفولاذ والتي تكون أصعب في إكسابها مغناطيسية ولكنها تحتفظ بمغناطيسيتها يعني لمدة أطول تسمى المواد الصلدة. هذا سؤال قد تعرضون إليه في عمليات الجداول والتوصيل. أما المواد المغناطيسية المطاوعة هي عبارة عن مواد عكس المواد السابقة، هي من الحديد المطاوع وهي سريعة المغناطيسية وسريعة المغنطة وسريعة فقدان هذه المغنطة. نحن في منهجنا السوري أعزائي الطلبة الدارسين المنهج السوري مر معنا في صفوف سابقة الحديد المطاوع والحديد القاسي أو الحديد الفولاذ. المواد الصلدة تعني الحديد القاسي أو الحديد الفولاذي، البولاد أو الفولاذ. فهذه صفاته السابقة الصلدة سريع بطيئة المغنطة وتحتفظ بهذه المغنطة لمدة أكبر أو أطول. أما المواد المغناطيسية المطاوعة فهي سريعة المغنطة وتفقد هذه المغنطة بسرعة. المواد المغناطيسية المطاوعة هي مواد المغناطيس مثل الحديد أو السبائك الخاصة مثل ميو ميتال وستالوي، هذين المادتين عبارة عن سبائك وخلائط الحديد ومواد أخرى والتي تكون أسهل في إكسابها المغناطيسية ولكن لا تحتفظ بمغناطيسيتها. إن لكل من نوعي المواد المغناطيسية السابقة تطبيقاتها المفيدة. تستخدم على سبيل المثال المواد المغناطيسية الصلدة مثل الفولاذ في صناعة المغناطيسيات الدائمة. طبعا نحن سنجري تجارب، في هذه التجارب نوضح
كيف يمكننا إكساب مثلا أو صنع مسمار من الحديد اللين أو المطاوع كمغناطيس. فسنقيم أو سنجري تجربة توضح ذلك إن شاء الله، نضيفها إلى درسنا اليوم. وكذلك الأمر، تضاف المواد المطاوعة أو الحديد المطاوع في صناعة قلوب المحولات والمغناطيسيات الكهربائية والأحجبة. ماذا تعني هذه الأحجبة؟ ستتوضح الأحجبة المغناطيسية من خلال تجربة. هذه التجربة عبارة عن مغناطيسين، المغناطيسين لهما كل منهما له مجال مغناطيسي، ولو وضعناهما بمسافة محددة ثابتة عن بعضهما البعض تفقد هنا المغناطيسية ويصبح بينهما مجال. هذا المجال وكل منهما له مجال تصبح بينهما منطقة من الفراغ خالية من المجال. ولكن قد يخطر ببال الناظر أو المشاهد أنه قد ربط المغناطيسيان ببعضهما البعض. لنرى شكلا للأحجبة وستوضح من خلال تجربة إن شاء الله. نصنع مغناطيس عن طريق إحضار مسمار، تثبيت هذا المسمار على رأس جهاز يقوم بعملية اللف ودوران. نأخذ سلك نحاسي معزول، نثبت بداية هذا السلك على أحد أطراف المسمار، فنقوم بتثبيت هذا السلك بإضافة مادة لاصقة حتى لا يأخذ ويعطي، حتى لا يتحرك هذا السلك. إذا ثبتناه على نهاية المسمار، ندير الجهاز، نحرك ونلف، بذلك نحصل على وشيعة حول المسمار. كلما كانت الوشيعة أطول كلما كان المغناطيس أفضل. إذا هذه عبارة عن عملية لف ودوران من قبل الجهاز للسلك النحاسي حول المسمار. الآن بعد أن نلف السلك ونثبت أيضا نهايته الأخرى بمادة لاصقة، نقوم بتعريض الأطراف، أطراف الطرفين للسلك النحاسي، ومن ثم إضافة بطاريات. وهذه البطاريات طبعا تعطينا تيار كهربائي، تيار كهربائي هو تيار متواصل. الآن عملية تعرية للسلاك لإظهار السلك النحاسي في الداخل، لأنه معزول، قد لا يبدو إليكم أو لا يبدو للعين أنه معزول، وهو بالحقيقة مادة معزولة. عملية التعرية نقوم بذلك، قد حصلنا على طرفي السلك النحاسي. نأخذ عملية مجمع، هذا مجمع تيار البطاريات، وبالتالي يعطي تيار كهربائي أقوى. ثبت أحد الأطراف بطرف الوشيعة والطرف الآخر نتركه متحرك بيدنا، فعند وصله يصبح المسمار مغناطيس، وبإمكانه جذب القطع المعدنية من مسامير وحلقات معدنية يكون مغناطيسا ناجحا. عندما نفصل التيار يعود من جديد إلى إلقاء هذه القطع، إذ أنه مغناطيس مؤقت. إن المسمار هو من مادة الحديد اللين الذي مر معنا. بالحديد اللين نحصل على أن المغناطيس المؤقت، المغناطيس المؤقت. الله، مغناطيس أول طرف شمالي، مغناطيس ثاني طرف جنوبي، كل منهما لهما مجال، بينهما حجاب حديدي مطاوع، لا يوجد هناك مجال مغناطيسي هنا بهذه المنطقة. إذا هذا الحجاب يستخدم لتخزين الأجهزة الحساسة مثل مغناطيسيات الساعات. سنقوم بإجراء تجربة، نأمل أن تكون هذه التجربة واضحة أو مشوقة لكم من خلال هذا المنظر الذي سنراه. أعزائي، لا قبلتها عم شايفة
هنا ست تجربة مغناطيس أو مغناطيسين وضعناهما في حقل عازل، والآن يتم التجاذب بينهما أو لا يتم بينهما أي نوع من التجاذب. عندما نرش مادة مغناطيسي، هذه المادة المغناطيسية ستصنع بينهما مجال، نعزو المجال، يبدأ المغناطيسين بالتأثير على بعضهما البعض. لاحظوا إن أحد المغناطيسين بدأ يسبح بالفراغ وكأنه مربوط، طبعا هو ليس بمربوط وإنما هناك قوة تجاذب بينهما، هذه القوة أحدهما يؤثر في الآخر. هذه للتأكد أن بينهما منطقة فارغة، مررنا بينهما قطعة ونحرك هذا المغناطيس، استمر في الحركة إذ أنه في حالة توازن. لاحظوا إنه يسبح بالفراغ، طبعا هذا كله بسبب تأثير الحقل المغناطيسي، هذا يسمى مجال مغناطيسي. نحاول أيضا، تم جذب بعضهما البعض وبينهما منطقة من الفراغ. هذه التجربة تدل بشكل واضح على المجال المغناطيسي. الطلبة، بهذا نكون قد وصلنا إلى نهاية درسنا 36. نأمل من الله أن تكونوا استوعبتم درسنا وفهمتم ما ورد فيه، وإلى اللقاء في دروس أخرى إن شاء الله تكون أكثر فائدة وأكثر متعة في مادة الكهرباء، ونأمل أن تكون التجارب التي سنقدمها هي عبارة عن مشوقة أو فيها شيء جديد لكم. شكرا لحسن استماعكم، ونلقاكم إن شاء الله في دروس قادمة وأنتم في أتم الصحة والاستعداد لسماع وفهم هذه الدروس. إلى ذلك الحين نستودعكم الله، وإلى اللقاء في وقت آخر إن شاء الله.